ينضم إلينا من خان يونس مراسلنا بشير جبر. يعني بشير، ما هي أو ما هو الجديد لديك في قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة؟ يعني تحية لكم. بدأت الهدنة التي نفذت برعاية مصرية قطرية وجهود أمريكية بدخول بحيز التنفيذ. هذه الهدنة بدأ الفلسطينيون النازحون من المناطق الشرقية للمحافظات الجنوبية بالعودة تدريجيا إلى منازلهم ومناطق الشرقية هنا في المناطق الجنوبية. يعني يأمل الفلسطينيون من خلال هذه الهدنة والتي تأتي ضمن خطط أو ضمن رؤية الفلسطينيين والجهود التي نفذتها جمهورية مصر العربية وقطر من أجل يعني استعادة الحياة الإنسانية للمواطنين بشكل عام. نأمل أن تتم خلال الساعات القادمة وخلال يعني الوقت القليل القادم دخول المساعدات الإنسانية والوقود والشاحنات عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة. هذه الشاحنات ستخفف بالتأكيد من الأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، لا سيما على صعيد النازحين الذين افتقدوا خلال 48 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدنى مقومات الحياة الإنسانية، من الغذاء، من المياه الصالحة للشرب، من الوقود اللازم للكهرباء واللازم لاستمرار عمل المشافي وكذلك البلديات ومياه الآبار والصرف الصحي. يعني هذه الشاحنات ستمثل شريان حياة للمواطنين الفلسطينيين بما تحمله من مواد ومن مساعدات وكذلك للمشافي التي باتت تئن جراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين والشهداء والجرحى الذين يصلون تباعا إلى هذه المشافي. هم بحاجة إلى علاجات افتقدناها هنا في قطاع غزة جراء هذا الارتفاع الكبير في أعداد المصابين والجرحى. هذه المساعدات ستصل وستبدأ بالدخول تباعا إلى قطاع غزة وستخفف من المعاناة الإنسانية التي يعاني منها النازحين والمرضى وغيرهم. قبل دخول الهدنة بعدة دقائق كان هناك يعني إلقاء لمناشير ورقية من الطائرات الإسرائيلية للمواطنين تحذر فيها المواطنين من العودة باتجاه مدينة غزة والشمال والبقاء في المناطق الجنوبية، كما هو جاء في هذه المنشورات. أيضا هناك حديث للمواطنين بأن هذه الهدنة ستساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية هنا في المناطق الجنوبية، يعني ستجعل هذه الهدنة أيضا تضع آمالا كبيرة لدى النازحين والمواطنين بأن تستمر وتتكلل الجهود المستمرة من يعني الوسطاء بأن تتوصل في نهاية المطاف إلى وقف كامل لإطلاق النار. يعني ما أود الإشارة إليه بأن هذه الهدنة التي بدأت سريانها في هذه اللحظات هي تمثل شريان حياة للمواطنين الفلسطينيين وكذلك يعني تمثل وقفا مؤقتا للقتل الإسرائيلي والمجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة بشكل عام. نعم، مراسلنا بشير جابر مراسل القاهرة الأخبارية كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك.